وينضم إلينا هاتفيا من الرياض استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان. أهلا بك معنا في هذه النشرة. مهمية ما أكد عليها وزير الصحة بأن معدل التسجيل تضاعف 5 مرات بعد تلقي ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19. مساء الخير بدر، مسي بالخير على المشاهدين والمشاهدات. ما في شك طبعا أنه هذه خبر جدا مفرح صراحة ومتوقع جدا. هذا طبعا يعكس ثقة المواطن بقيادته الحكيمة، يعني لما شاهدوا القيادة تأخذ اللقاح يعني الثقة تولدت بشكل كبير جدا، وهذا ما يعني قاله وزير الصحة. بالنسبة لي يعني أحب أكد على موضوع أخذ اللقاح من سمو سيدي ولي العهد. طبعا يعني هذه يعني خبر أو يعني فعل أفرحنا جميعا. أول شيء يعكس فعلا حرص القيادة على يعني الأخذ بالعلم وعدم الالتفات للأشياء الجانبية. إحنا كلنا نسمع عن الإشاعات عن اللقاح وهذا، فهذا فعلا يعني يوضح أن القيادة تضع العلم أولا بشكل واضح جدا. ومن الناحية الثانية هو طبعا يعني درس يدرس في فكرة في القيادة من فن الإدارة، فن الإدارة والقيادة، أنه كيف أن الناس يعني يسمونه leading by example، أنه الشخص يعني يتقدم الناس بفعل الشيء اللي يبغى يسوونه. جميل دكتور ثامر، دعنا نتوقف حول جهود المملكة منذ بدء اكتشاف كورونا إلى هذا الوقت. ما هي الجهود التي قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة؟ أنا صراحة شهادتي مجروحة، لكن فعلا هي شو يعني جهود جبارة، ابتداء من الاحترازات أو الإجراءات الاستباقية حتى قبل ما يصير أي شيء في المملكة. كانت إجراءات يعني جريئة وصحيحة، وفي وقتها قبل ما يصير أي شيء كان في إجراءات صارمة جدا، مرورا بتوفير الفحوصات اللازمة بشكل يعني فاق كثير من الدول، توفير الرعاية الصحية للناس اللي أصيبت بشكل جيد، التعامل مع الجائحة بشفافية وبشكل واضح جدا، والإعلانات والبيانات اللي كانت تصدر من وزارة الصحة، الأنشطة التثقيفية من ناحية إنه حتى يعني الإشاعات اللي تطلع يرد عليها وتفند في وقتها، ويعني تعامل جبار جدا. نهاية بتوفير اللقاح زي ما ذكر الأمير بدر عبد المحسن، يعني فعلا احنا محظوظين أن اللقاح توفر بشكل يعني ما بقول منقطع النظير يعني مقارنة بالدول المحيطة، وهذا ما في شك انه يعني نتيجة جهود جبارة من وزارة الصحة وقيادة هذا البلد الرشيد. جميل، ما الذي نفهمه دكتور ثامر حول عدد الحالات المسجلة داخل المملكة وهي في تدني مستمر مقارنة بالدول الأخرى؟ هو الحمد لله يعني هذا يعكس طبعا الحرص على الإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، هذه نقطة يعني مهمة جدا. لكن أنه التطعيم طبعا حياخذ وقت أو اللقاح حياخذ وقت لما يعني يصير فئة كبيرة من الناس تطعم، بحيث أنه نبدأ فعلا نشوف أثر التطعيم على عدد الحالات، وبإذن الله بإذن الله هذا متوقع أنه يعني يكون له أثر غير بسيط على عدد الحالات، وإن شاء الله إن شاء الله نوصل بإذن الله لرقم 0. جميل، ما هي البروتوكولات المتوقعة أن تتخذ خلال الفترة المقبلة مع فتح المجال الجوي خاصة داخل المملكة، سواء بالمغادرة أو الدخول إلى أرض السعودية؟ طبعا أنا ما عندي فكرة بالضبط عن الإجراءات، يعني متى راح تفتح الأمور ولا الأشياء هذه، لكن أتكلم لك من ناحية علمية بحتة. الإجراء اللي يجب أن يتبع واضح جدا وسهل جدا، ومن أول الجائحة وإحنا يعني نتكلم فيه ما جد عليه شيء ولا نقص فيه شيء، اللي هو التباعد الاجتماعي ولبس الكمام. إذا الجميع التزم بهذا الشيء ما فيه لا سلالة ولا طفرة ولا شيء ممكن ينتقل بإذن الله. فإذا التزمنا جميعا بهذا الشيء هذا حيكون يعني هو الإجراء اللي بيقلل بإذن الله من انتشار العدوى. شكرا جزيلا إذن لاستشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان، كنت معنا من الرياض.